يحتاج كل منا لتقوية جسده بالكامل وجعله قادرا على تحمل الأعباء اليومية كحمل مواد وأدوات ثقيلة، وخير وسيلة لذلك هي ممارسة تمارين القوة التي تختص بكامل عضلات الجسم والهيكل العظمي ومنطقة الحوض، ويفضل دائما أن تكون تلك التمارين تحت إشراف مختص شخص مختص رياضي للتقليل من الإصابات الناتجة عنها. وتمارين القوة مفيدة لصحة الجسم، فهي تقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم والسكري والسرطان، كما أنها تحافظ على الوزن المثالي وتمنع تراكم الدهون في أجزاء الجسم المتنوعة كالبطن والأرداف والخصر. فما هي أبرز هذه التمارين؟ ضيفي في الاستوديو الكوتش عمر مصلي، مدرب اللياقة البدنية، سيطلعنا عليها. يسعد صباحك يا عمر، أهلا وسهلا بك ويانا. إذن ما هي أبرز التمارين لتقوية عضلات الجزء السفلي من الجسم؟ الجزء السفلي كثير مهم لكل العالم طبعا، والسيدات بشكل عام بيركزوا كثير على منطقة الحوض والأرداف، لأنه أكثر السيدات بيعانوا من هالمنطقة يعني بالذات. فنحن رح نعمل تمارين، رح نستخدم أول شيء رابر باند المطاطة، وفي حال حدا ما عنده مطاطة رح نستخدم الأوبشن الثاني اللي طيب ما بده شيء. طيب راح نبلش بتمارين المطاطة أول شيء، تمرين السايد. راح نعمل 3 تمارين بربر باند، فأي المطاطة اللي ما عنده إياها فينا هلأ نعطي أوبشن تاني. نعمل هاي التمارين بحرك منطقة الفخذ البرانية، إذا بلاحظة بتعطي مقاومة كتير قوية للرجل، وهي في منها يعني مقاومة قليلة أو كتيرة طيب حسب لون المطاطة. طيب هلا هون بنشغل العضله الخلفيه نفس التمرين، بس لورا بنصير بنشغل العضله الخلفيه للفخذ. بنعمل التمرين الثالث لقدام، ثيرد وان، هذا كمان بشغل عضله الفخذ يلي من قدام. يعني نفس التمرين، اذا حركنا على جنب بنحرك الفخذ الجانبي، اذا حركنا لورا بنشغل اللي من ورا، واذا حركنا لقدام بنشغل عضله الفخذ يلي من قدام. كل تمرين بنعيده 15 ل 20 مره بنحاول، طيب ولثلاث مجموعات كل جهه. بنركز انه كل جهه تكون، طبعا بنركز على وضع الايدين والكتاف على طول مشدود مشان التكنيك الصح للعضلات. قلت لي عمر انه اللي يريد يشتري هذه المطاطه، قلت لي تعتمد اي هلا هاي المطاطه موجوده تقريبا بكل الستورز تبع ادوات الرياضه، في منها 4 الوان. غالبا اللون الاسود هو اللي بيكون انه اقسى شيء، يعني مقاومته اكثر شيء، بعد في اللون الاصفر اللي هو اخف شيء، وكل واحد حسب الليفل تبعه بيقوي المقاومه او الريزيستنس تبعه. فللمبتدئين يبلشون من الصفرة غالبا، صفرة حسب الشركات، بس اغلب الشركات عم تعمل الصفرة هي اللي اخف وحده. طيب يلا نكمل. هلا في عندنا اللي ما عنده هذيك المطاطه، في هي المطاطة الثانية كمان، هي كثير يعني هي منتشرة أكثر. بنعيد نفس التمارين تقريبا بس بشكل ثاني، يعني هي المطاطة متواجدة متوفرة أكثر. كمان بنعمل التمرين بطريقة اللي على جنب واللي لورا، كمان لاحظي الكتاف على طول والإيدين بنشد الكواع مشان تضل مشدودة المطاطة لورا، ومشان يضل التكنيك صح ما ينصاب الظهر وما يصير تحميل على عضلات الظهر. كمان بنعمله هاد 15 ل 20 مرة على جنب ولورا. هدول التمارين كثير مهمين لانه بيشغلوا كل الجزء السفلي وبالاخص عضلات الفخذ اللي من فوق. يعني هن بيعطوا شكل انه بيدوبوا او بيساعدوا انه يروح السلولايت اللي موجود بهالمناطق لتكرارات، بس طبعا بده ممارسه يعني. طيب. مو مره واحده بيروح. طيب اكيد. هلا بنبلش بنفس التمرين نفسه، بنعمله سيم وان. اذا ما عندك مطاطه او ما في شيء، نفس التمرين بنحاول نعمله بنفس الطريقه. هذا اللي ما عنده شيء بالبيت، يعني طيب. ما عنده ادوات، وكثير من الناس طبعا هي ما عندها، كثير اللي ما عندهم، فبيعملوا نفس التمرين. بنحاول بنعمل تكرارات اكثر، بنزيد 5 تكرارات لحد ال20، لانه بتصير ما في مقاومه للعضله، مشان نكثر التكرارات اكثر. بنعيده نفسه بنفس الطريقه، بيشغل نفس العضلات. الفرق بين المقاومه وبلا مقاومه انه العضله بتصير هون عم ترتاح اكثر، فلتزيدي المقاومه بالمستقبل بدك اجباري تحطي اي شيء تعملي مقاومه للعضله. بس اللي ما عنده يبلش طبعا ببلشي، وبعدين يحاول يأمن اي 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 مطاطه او اي مقاومه اذا ما في جيم او ما في ادوات. يعني زين عمر، للي تريد نتائج سريعه
سواء من السيدات او من الرجال يستعمل المطاطه لو بدون مطاطه؟ هلا ما في اللي بده يعمل نتائج سريعه، اذا هو ما بيعمل رياضه من قبل بده يبلش ولو 3 4 ايام بلشي، بعدين بيجيب المطاطه الخفيفه وبيبلش يزيد الشده. يعني انت على طول كل ما بدك تتدرجي بالشده، ما في دغري مثلا يجيب المطاطه السوداء او اللي اقسى وحده ويبلش طبعًا. لانه على طول بدك تحسي بحرق بالعضله ووجع، فهذا بده يكون تدريجي، ما يكون ما فجأة نحمل عضلة زيادة فبتضايق الواحد وبحس بوجع كثير ثاني يوم، ممكن يكره الرياضة أو يصير يحس إنه الرياضة متعبة كثير. صحيح. هلا نبلش تمارين الأرض. تمارين الأرض فينا نبلش كمان نعمل 4 تمارين أساسية. أول واحد نعمل لعضلة كمان الفخذ اللي على جنب. هذا التمرين كمان سهل، يعني هذا ما بده، هذا في أي شخص مبتدئ أو أي شخص عادي يعمله. ما بده مقاومة، ما بده شيء. هذا بيركز كمان عضلة الفخذ اللي من فوق، كتير مهم، والبوزيشن تبع الظهر والإيدين لازم يكون بهالطريقة مشان نحمي كمان عضلات الظهر والرقبة والإيدين. نفسه بنعمله هلأ، من صعبه شوي بنعمل من، يعني شوفي لاحظي هلأ صار عم نعمل تقريبا سيركل، دائرة على منطقة الحوض، هذا بيشغل كل منطقة الحوض، عم نعمل سيركل حول الحوض. كمان التكنيك كتير مهم، انه بدها تفرد الرجل كامله لورا وتعمل دائره حول نقطه ارتكاز الحوض تقريبا. هذا ايضا يذوب دهون البطن عمر؟ هلا البطن على طول بكل تمارين بتكون شاده، لانه انت اذا لاحظي اذا بده يرخي الواحد بطنه بيصير الظهر لتحت، بينزل الظهر، فبيصير ضغط على عضلات الظهر، فاجباري بدك تشدي عضلات البطن مشان يضل الظهر مستقيم. طيب هلا نفس التمرين بنعمل لفوق كمان، هذا بيشغل عضله الفخذ اللي من ورا والخلفيه، ومنلاحظ كمان التكنيك نفسه، وضع الظهر مع الإيدين مع الرقبة والرجل مشدودة، ما في رخاوة بالرجل مشان تضل عضلة الفخذ كاملة عم تشتغل مع الخلفية. وهي نفس الشيء 15 إلى 20 مرة؟ طبعا كل التمارين بنحاول بين 15 إلى 20 مرة، حاولوا اقسوا على حالكم شوي لحد العشرين، لأنه ما في مقاومة، ما في بانس او ما في مطاطات او ما في مقاومه، فالتكرار بلا شيء حاول يعمله الواحد 20 مره ولا 3 مجموعات. طيب. وطبعا ما ننسى انه كل جهه نحن عم نعمل جهه واحده بس، اكيد الجهتين لازم يكونوا معنا. اخر تمرين هاد كمان لفوق، بنطوي الركبه بزاويه 90 درجه وبنخلي الضغط كانه عم تضغطي او عم تدفشي شيء انت لفوق بكعب رجلك. نعم. كمان هاد لعضله الخلفيه تبع الرجل، يعني الفخاد من ورا والمقعدة تقريبا. هدول إذا عملتيهم بتكرارات لعشرين مرة وحافظتي عليهم مثلا لمدة شهر أو كل يوم، هدول بياكلوا التمرين اللي عملناهم، إذا عملناهم 3 مرات كان ياكلوا 20 دقيقة. 20 دقيقة كل يوم بتساعدك أنه تعملي الشكل الحلو لمنطقة الورك والحوض، لحتى يصير يعني بيطلع المنظر مرتب على اللبس على الهيك. بعد شهر؟ شهر طبعا. حلو هذا. ايه بس يكون الانسان يعني مواظب على نظام شوي صحي، شوي بيعمل شوي كارديو، شوي يعني حدا بلش حياه صحيه رياضيه. اللي بده طبعا يطور كثير بهي بده يعمل جيم بقى، يصير اذا نحيف وحده نحيفه بدها تعمل شوي مصل اكبر، بدها اجباري تحط مقاومه اكبر للعضله لحتى تكبر او حتى تاخذ فورما احلى. يعني ايضا لازم يكون الشخص امراه او رجال انه يضبط اكله. هلا الاكل واللايف ستايل هذا لكل العالم، يعني هذا نظام لكل العالم، ما فيكي يعني اذا لعبت هيك وما عملت مثلا اكل واكل بداله ممكن العضله تتحسن بشكل بطيء، فبتاخدي انت النتيجه اللي ممكن تاخديها بشهر بتضل ممكن 3 أو 4 شهور. عرفتي؟ فبيصعب الواحد على حاله المهمه اكثر، فاذا ظبط شوي اكله بيوفر وقت اكثر اسرع. طيب احنا هسه التمرينات خلصت صح؟ لو قلنا بعد التمرينات. طيب لا خلينا نسولف انا وياك يا عمر، هل فعلا يقال انه الرياضي اللي بلش يسوي رياضه من تبدي عضلته توجعه هو فعلا يعني بدا يحصل نتيجه؟ ايه هلا هي شوفي الوجع نوعين، يعني الوجع اللي لانه بس نحن انت تكوني عم تعملي التكرارات ويوصل لحد 12 او 15 طبيعي انه تحسي بوجع، وجع بتحرق العضله حرق. يعني هذا الوجع الحلو اللي نحن لازم نحب هذا الوجع، لانه هذا الوجع هذا الوجع يا لا هذا الوجع بحسسك انه العضله عم تشتغل وعم تستفيد، بس الوجع اللي مو منيح هو الوجع يلي بيكون ناتج عن تكنيك غلط. زين شلون نعرف انه هذا التكنيك غلط؟ طبعا هذا اذا شخص ما بيعرف اذا شخص ما بيعرف هون مصيبه، يعني لانه ممكن يكون عم يتوجع بطريقه انه عم يعمل الحركه بتكنيك غلط. يعني مثلا اذا تكنيك الحركه الصح للترايسبس هيك،
فاذا واحد عم يعمله احيانا حامل وزن ثقيل وعم يعمل عم يحرك كوعه ممكن يحس بالكوع بالوجع، فوجع المفصل هذا وجع المفصل هذا وجع مو منيح لانه ممكن يعمل اصابه، بس وقت نحس الوجع بالعضله بلشت تحرق العضله، فالحرق تبع العضله هذا وجع منيح لانه العضله اللي عم تتحرك، يعني وجع العضله معناته عم تستفيد. عرفتي الفرق؟ يعني الفرق يا انه بالتكنيك او بوجع العضله نتيجه التكرارات او التقل، فهذا الشيء منيح للعضله، يعني هذا الوجع الحلو اللي طيب ممكن يصير فيه تعضيل خفيف ثاني يوم، اما الوجع المؤذي هذاك اللي اذا تكنيك غلط لازم يعني ينتبه الواحد دغري يوقف ويعمل المعالجه المنيحه. زين عمر، لعبت اني رياضه بالتكنيك الصحيح 15 20 مره، ثاني يوم ما اقدر اتحرك من الوجع، هل المفروض انه ارجع امارس من جديد الرياضه بيوم الاني اكون بيه وجعانه اللي هو ثاني يوم، ايه لو لازم استراح وادلع هلا نفسي شوفي، في لاني شيء اسمه تعبانه وبعدين ارجع ريكفري، اكمل؟ في شيء اسمه ريكفري للعضله، يعني اعاده الاستشفاء، بس بنفس الوقت ما لازم يكون كثير وما لازم يكون قليل، يعني العضله بحاجه ل 24 ساعه لاستشفاء العضله، فانت اذا الواحد عضل او صار معه تعضيل نتيجه، فاليوم الثاني اذا الشخص حابب يعمل رياضه يفضل يعمل رياضه بسيطه، يعني مثلا ممكن يمشي لنص ساعه بس مشي ليريح العضلات، يعمل ممكن يسبح اذا واحد عامل جيم قبل بيوم، واليوم الثالث اللي بعده ممكن يرجع يعيد نفس النشاط. اما في حال كان الشخص رياضي ومثلا انا بعمل رياضه كل يوم كل يوم صار لي 3 سنين وعضلت، طبيعي برجع بلعب بس بشغل غير جزء من الجسم، يعني انا اذا اليوم مثلا لعبت للجزء العلوي بكره رح يعضل الجزء العلوي، بالتاني يوم بشغل الجزء السفلي من الجسم او بغير نوع النشاط الرياضي. عرفتي؟ هل للاشخاص اللي مثلا عم يعملوا كل يوم، يعني نحاول نشكل لحتى اللي شغلناهم امبارح وتعبوا وعضلوا يعملوا شويه نشغل استشفاء. غيرهم ثاني ايوه يوم. نشغل غير عضلات ثاني يوم. زين عمر، هاي التمرينات اللي عرضناها قبل قليل فيكتوريا عرضتها، هل هي لكل الاشخاص مثلا النحيف والمليان، ام المليان ممكن تكون صعبة عليه؟ لا هدول لكل الاشخاص، بس شو الفرق قلت لك بالتكرارات وبالمقاومه، يعني الشخص اللي مليان او اللي في وزن زايد ينصح انه يعمل تكرارات اقل شيء 20 بس بلا وزن، يعني ما يحط مقاومه، تكون المقاومه بلا مقاومه، يعني بس وزن الجسم، يعني يعمل الاوبشن للخيار اللي قلناه انه بلا مقاومه بلا اوزان. الشخص النحيف يفضل يبلش بمقاومه خفيفه وبصير بيقل التكرارات، بعدين ببلش يزيد المقاومه لحتى يحمل وزن للعضله، يعني يصير وزن لحتى تقدر العضله تكبر اكثر او تاخذ شكل احلى. نعم، شكرا جزيلا لكل هذه اهلين النصائح فيكي، والمعلومات والتمرينات. ايضا كان معنا في الاستوديو الكوتش عمر موصلي، شكرا جزيلا اهلين لك. فيكي، الله يسلمك.